مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. أسبوع جديد ويوم جديد من البيت الكبير، إن شاء الله يكون أسبوع مميز، لأن إن شاء الله هيشهد تتويج النادي الأهلي بإذن الله للدوري العام الـ42 في تاريخه إن شاء الله. بكرة هنتكلم كتير جدا عن مباراة بكرة إن شاء الله، هنتكلم على موضوعات كتيرة جدا جدا النهاردة في البيت الكبير. برحب بيكي يا سهام، مساء الفل عليك. أهلا بيك يا كابتن هاني، أهلا بيكم مشاهدينا في كل مكان، جمهور النادي الأهلي العظيم اللي بره مصر وجوه مصر، أهلا بيكم. النهاردة طبعا أنا عارفة أنه جماهير النادي القلعة الحمراء بيتابعوا قناة الأهلي في كل مكان، موجودين بيشوفونا. الحقيقة برضو عايزة في البداية قبل ما نبدأ في أخبارنا أو نعرف حضراتكم مين من الضيوف اللي مشرفنا، إحنا من البيت الكبير بنحب نقدم واجه يعني خالص التعازي القلبية أنا وكابتن هاني في وفاة الكابتن نجم نادي الزمالك طبعا السابق ومدير إدارة المتابعة باتحاد الكورة كابتن عزمي مجاهد رحمة الله عليه. ربنا يصبر أهله وذويه ومحبيه في كل مكان. واحد الحقيقة من الشخصيات المحترمة في الوسط الرياضي، الجميع كان بيحبه وربنا يرحمه، وإحنا الحقيقة بندعي له. وفقدنا يعني شخصية محترمة الحقيقة في يعني من الكرة المصرية الحقيقة. صحيح طبعا كابتن عزمي مجاهد يعني من الشخصيات المحببة للجميع، راجل عنده مبادئ، راجل يتميز يعني رغم طبعا زملكاوي لكن يتميز بالحيادية. كابتن عزمي مجاهد انا اعرفه يعني معرفة شخصية، كان راجل جدع باللغة البلدي كده، راجل جدع لكن يعني كل التعازي. ويعني كابتن طبعا غالي علينا كلنا مع صراع طويل جدا مع المرض. انا عايز كمان وكل اسره البرنامج بتقدم التعازي القلبيه لنجله كمان امير عزمي مجاهد، طبعا لاعب نادي الزمالك السابق والمدرب الحالي لفريق اف سي مصر. بنقول له الف يعني بنقول له تعازينا، تعازي قناه النادي الاهلي، تعازي جماهير النادي الاهلي، تعازي كل المصريين في وفاه المرحوم عزمي مجاهد. ربنا يرحمه وان شاء الله يعني يكون اخر الاحزان.